متابعين 17 المخلصين، لقد توصلت لفكرة خطيرة. سأصورك يا زكية وأنت تطيرين من النافذة لأثبت للجميع أنك البطلة الخارقة، ثم سأرفع الفيديو على قناتي وسيرتفع عدد مشاهدي قناتي على اليوتيوب من 17 إلى 18 متابع. متابعين 17 الأعزاء، أخاطر بحياتي من أجل الشهرة، أقصد من أجلكم. معكم الآن من قلب الحدث. ماذا حدث لغرفتي وأجهزتي وحمامتي؟ لحظة، أنت ما زلت بيضاء. لا تذرني، أنزلوني من هنا. لا، لقد تحول جهازي إلى مقطع في الكاتشب. أخيرا سأنشر المقطع الذي سيجعلني نجم الإنترنت الأول. الشهرة لن تأتي، ليس لحياتي أي هدف الآن. سألقن هذا الولد درسا. أنقذوني. ومعي الآن أحد ضحايا التنويم الذي استيقظ. سأكشفك يا زكية، لم أصورك اليوم لكنني سأصورك غدا. زكية من؟ ما الذي تقول؟ يبدو أن هذا الولد لا يزال تحت تأثير التنويم. زكية!